السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ سؤال تذكيري عن المحاضرة الأولى التي أخذناها. عرفنا المعالم، وعرفنا المدرسة، وعرفنا الأنصارية. من منكم ينحت عقله ويجيب معرفا ما هي المعالم، وما هي المدرسة، وما هي الأنصارية؟ تفضل. المعالم هي الصفة أو مدرسة تطلق على مجموعة من الناس لديها فكرة معينة أو معتقد معين. عندكم إضافة للإجابات دي ولا مقررينها كلكم؟ طيب، تحدثنا عن المرحلة الأولى حدثت فيها حددنا فيها سبع معالم. المعلم الأول في المدرسة الأنصارية في المرحلة الأولى. نعم، زمان عندنا شيخ في مدرسة عنده الفقه في جامعة الخرطوم، لما يسألك أسئلة زي دي ما يجيب لهم بتاع الفول: من أكل فولا شرب ماء، من شرب ماء نام. ما دايما نقولها الخير ايه لا تليق بحملة القرآن. أه. أبرز معلم في الدعوة المهدية الصبر. تمام، معلم الصبر عندنا الناس كلهم انه صبر. أعلم أبرز معلم سويته المهدية هو بعث الرسالة، بعث شباب الإسلام، تجديد شباب الإسلام. اخواننا شقوا العقل شوية. ها، أبرز معلم هو تجديد شباب الإسلام. في التجديد اللي ذكرنا له أدلة. في تجديد شباب الإسلام ذكرنا أدلة، وأكثر من ذلك أنا وزعت على كل واحد منكم الورقة مطبوعة. نعم شيخنا. الاجتهاد. نعم الاجتهاد أبرز معلم من الاجتهاد التجديد. لا، ذكرنا خمسة حيات: 1، 2، 3، 4، 5. نعم، إخراج الناس من الانتظار السائر، إخراج مفهوم المهدية. مفهوم المهدية في عقول الناس، يعني المهدي المنتظر، الناس يكونوا قاعدين ويجي مارق لهم بدون ما يجتهدوا. وقلنا أخواننا الشيعة بيرحبوا بالفتن والمشاكل لأنها تعجل بظهور المهدي عندهم. لكن لما يقول المهدي تلقى قدام في عين جيم، عين جيم دي معناها اختصار لعجل الله فرجه. فهي أخرجت هذا المفهوم من الانتظار السلبي إلى مفهوم حركي، أنك تبذل مجهود وتجتهد وتعمل، بعد ذاك المهدية تأتي. أيضا أخرجت المفهوم من التوقيت، الناس كلهم وقتوا. كثير جدا من المدارس التي ذكرناها وقتت للمهدية لأنه يصل في الزمان الفلاني، وحددت مكان بعضها. فدي كلها يعني دي برضو تحفظوها في ذهنكم، أنه الخلاف بين رؤيتنا نحن للمهدية ورؤية الآخرين، أن المهدية وظيفية، هي وظيفة وليست أشكال. الأمر الثاني ما عندها توقيت، ما التوقيت أنه يظهر في الزمن الفلاني المهدي عندنا ما موجود، يظهر في المكان الفلاني ما موجود. وحجة في ذلك واضحة، أنه علم الله لا يتقيد بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فبالتالي الجزئية مهمة جدا تحفظ.
في التجديد قلنا في نقطة ثانية، أيوة، إخراج الفقه من 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 التقييد المذهبي. يعني أنت أحسن الجماعة يقول لك تشوف المذهب الفلاني، نعم نحن نشوفه لكن ما هو التقييد. أي مذهب وجدناه يتماشى مع الكتاب والسنة نأخذ به ويلائم ظروفنا. أيضا قلنا بسطت العقيدة، أقول لكم خريج المعاهد والعقيدة دي معقدة، جاءت من العقدة ما من العقد، جاءت معقدة جدا، فبالتالي هي بسطت العقيدة. وقال الإمام المهدي اعلموا أن أصل التوحيد شهادتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتضمنها سورة الإخلاص مع معرفة معانيها تكفي. التأكيد الآخر في تجديد شباب الإسلام أنها اتصدت الاستعمار والتغريب. التغريب هو الانبهار بالحضارة، والاستعمار اللي جاء استعمر البلدان دي وحكمها سياسيا. وأخيرا في معلم واحد اللي هو تجديد شباب الإسلام بلورت منهج متجدد لقراءة النصوص لكل وقت ومقام الحال ولكل زمان وواقع. ده كله في معلم واحد هو تجديد شباب الإسلام. الكلام ده يفيدكم، يعني أسأل لو قال لك تعال اتكلم في محاضرة ولا في درس اتكلم لي في حاجة، يقول لهم والله نحن الإمام المهدي جدد شباب الإسلام. جددوا كيف؟ تقول الحياة الخمسة دي تشرحها، تشرحها لهم، تكون أنت خلاص أصبحت محاضرا وعالما. المعلم الثاني الذي ذكرناه في تجديد في المعالم المهدية ما هو؟ قلنا تجديد شباب الإسلام ده معلم يبدأ له أدلة الخمسة. ها المعلم الثاني أنحت العقول. أنا أديكم نصيحة قبل المحاضرة، الواحد يذاكر المادة، وأثناء المحاضرة الإنسان يكون حاضر بكل مشاهده، وبعد المحاضرة يعمل لها مراجعة. ثلاثة عيادة عملتها ما في حاجة تروح نسينا. هي طالع أنا فاهم طبعا، إحنا كلنا معروفين ناس الخلاوي والفقراء ديش. لما لي الجامعة الإسلامية لما جينا زمان يجي الأستاذ يدرس الموضوع إحنا فاهمينه في النهاية تلقى نفسك ثاني حياة كثيرة فاتتك. لا أحد يركز مستفيد من الحبيب الإمام. الحبيب الإمام ده أنا سافرت معاه وانسجلت معاه وقعدت معاه في كل الأوقات اللي جيته، يا بتلقاه بيكتب يا بيقرأ، يا بيكتب يا بيقرأ. أنتوا تعلموا من الحياة. المعلم الثالث تجديد شخصية الإنسان الرسالة، تجسيد شخصية الإنسان الرسالة. الغرض من الدعوة دي كلها دارين إنسان قدامنا يجسد أحكام الدين. هذا التجسيد المهدية حققته بالتربية الأنصارية القائمة على الاستقامة. هسه لما الإنسان يغلط يا جماعة يقول لي يا أخي أنت قلت أنصاري، مش كده؟ قلت أنصاري يعني معناه في ذهن الناس الأنصاري ده حاجة كده ملتزم التزام مستقيم. المحبة الموجودة الآن من الأنصار دي يا حبيب، مش كده؟ يا حبيبة، مش كلام لفظي، حتى في 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 علاقتنا مع بعضنا المحبة دي صادقة. ماشي يعني أسأل لما تكون حسين ده يكون شافه لما تيجي الحرم المدني جايب لك زول هناك لابس العارضة بتجيه وبشوك يعني كده ما بتعرفه أكيد معلم ده كده يخليك أنت تشتاق إليه. الصدق، إذا كان الرسول يقول المؤمن لا يكذب فالأنصاري من باب أولى لا يعلم الكذب. قال لك إيه كلام يكون صادق، صادق في الكلام اللي بيقوله، والمهدي هناك الكلام ده أكد مش كده؟ ولا تجعل قلوبنا خالفة لأقوال ألسنتنا بل نسألك أن تزيد صدق الجنان حتى يتفجر منه الصدق على نطق اللسان فتكثر الصالحات في قلوبنا وتوفق أعضاءنا على ما يرضيك. قمة الصدق. الصفاء، الأنصاري ظاهره كباطنه ما عنده حاجة، قال لك كلام بيحبك محبة خلاص، المحبة دي أصل جواك ما عندك، لا تحمل حقد لأحد، واحد يعاود نفسه وعنده حياة زي دي يعني حتى الشاكلة وعنده معاه مشكلة وكده. الإنسان عنده الفطرة البشرية يزعل كده، لكن لما تيجي تنوم بال ما تنوم صفي نفسك، أي زول تعرف عنه السامح المهم تنوم قلبك نظيف. وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الزهد، هسه أنتم شوية يعني عصري، لكن زمان كان الواحد لما يعرس يقول له مبروك أي بارك له، يقول له عقل وفقر ورصاصة في الصدر.
لكن الناس ما الإمام واحد ما قال له الإمام المهدي طلق الدنيا، قال الإمام عبد الرحمن رجعها. بس في الزهد معناه مش معناها ما تملك، تملك لكن ما تكون مشغول. زهد كده يعني، هو زهد ما عندك ده ما تكون زاهد. تلاقي لا تلاقي تاكل لا تشرب لا عندك، ما نقوله زاهد. انت ما لاقي. لكن اللي عنده وزهد بالزاهد يعني، المال عندك موجود او عندك القدره تجيبه لكن ما مشغول به. اذا جاء مقولة الامام علي لا تجعل المال في قلوبنا بل اجعله في ايديهم. نعم، ده اللي قال الامام عبد الرحمن اخيرا اكد بها، بانه قال للناس ولا تجعل في قلوبنا ركونا، مش معناه ما تكون عندنا اموال، عندنا لكن في يدنا ما مشغولين بها كثير. والاقدام الناس اللي يسمعوا الله اكبر ولله الحمد وهم جايين، الانصار بيجي مغرب حل الله اكبر ولله الحمد محل الاول. الانصار انه الاقدام دي واحده من الصفات اللي جسدها الامام المهدي. المعلم الثالث احياء فريضه الجهاد. طبعا المهدي ظهرت في وقت كان في استسلام، استسلام للمستعمر، وكل منشورات المهدي او جلها المنتجات بتجد الدعوه للجهاد، تحس الناس عن الجهاد. والمعلم الرابع توحيد اهل القبله. اهل القبله عرفناهم يعني كل من شهد لله الرساله ولمحمد في الوحدانيه هو من اهل القبله. والمعلم الخامس إقامة دولة إسلامية كاملة السيادة. شعارة معروف، علمة معروف، عملتها معروفة، دستورة معروف، يعني سياستها الخارجية دولة كاملة السيادة. المعلم السادس أشهرت السودان ووضعته بقى في الصدر. قريت الصحف وقتها بريطانية ولا الصحف صحيفة العروة الوثقة، صحف الوقت ده كلها بتلقي اسم السودان، اسم السودان يتصدر الأخبار. المعلم الأخير أنها ذوبت الجهوية والقبلية في منطقة الوحدة. ما في الوحدة هذه مذبلته شنو؟ كلنا قبيلتنا نقول أنصار الله. طيب دي المرحلة اللي حققتها المهدية. وجا خليفة المهدي مشى في المنهج، عشان كده انتوا الخليفه عبد الله ما قال الامام. لاحظوا دقيقه موضوع المهدي وخليفته عصر واحد، ما قالوا الامام الخليفه مش كده، ما قالوا الامام عبد الله او الخليفه، لانه هو خلف الامام المهدي وحافظ على منهجه ده. فخليفه المهدي حافظ، لكن في عهد خليفه المهدي كان الواقع فرض عليه ان يهتم بامر الدوله. دولة وترسيخ مبادئها والأفكار والنظريات اللي قال الإمام المهدي كيف هو يجسدها في أرض الواقع، كيف يتصدى للعدو والاستعمار، وكيف لغاية ما أسقطت الدولة باستشارة خليفة المهدي في المذكرات في 98 1800. المرحلة الثانية اللي نتكلم عنها الليلة هي مرحلة الإمام عبد الرحمن، وسار عليه خليفتيه الإمام الصديق والإمام الهادي. المرحلة الثانية دي مرحلة مهمة جدا، ويعتبر الإمام فيها عبد الرحمن مؤسس، لأن الدولة اللي تكلمنا عنها دي بكل ما فيها سقطت وناسها شتوا وخلاص، ورأس الدولة قتل والخلفاء ما في حد، الناس الكبار الحاضرين كلهم إما مقتول أو أسير أو واحدين رجعوا يمارسوا حياتهم العادية. الإمام عبد الرحمن ده قام طفل صغير ولقى الحياة كلها من حوله معادية، دولة استعمارية معادية، الناس اللي اتضرروا من عهد المهدية أيضا بدوا يشمتوا، فهو قام وبعث الكيان ده من جديد. عبد الرحمن قام بعث الكيان ده من جديد. في معالم هذا التمييز، في معالم هذا البعث في المرحلة الثانية، النقطة الأولى التمييز بين المبادئ والوسائل. زي ما الفقهاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزوا بين الاصول والفروع وقعدوا المبادئ التي بها يفهم النص القراني والسنه النبويه واجتهدوا، ايضا العهد بتاع الامام عبد الرحمن من بعد كان فيه التمييز. الإمام عبد الرحمن ميز، لأن الناس اللي عاصروا المهدية زي كان عندهم
العقيدة والعبادة والمبادئ والدولة والسياسات كلها دي ملزم. فهو عانى شديد عشان يقنع هؤلاء الناس. يعني حتى من الأشياء اللي يحكوها أنه مرة قدم واحد من الناس يصلي والنواب الرحمن موجود فكبر طوالي قال الحمد لله رب العالمين لاستعاذ يهرم ولا بسمل وتعال قطعوا صلاته ويصلوا بعيد. فهو كان ده سبب يخليه يميز يفهم الناس أنه الصلاة من حيث هي أصل لكن كيفية أداء خاصة بالقضايا الفرعية في أصول وفي فروع. السياسة اللي اتبعتها المهدية سياسة كانت تقتضي أن تمارس في تلك المرحلة ولكن نحن الآن في مرحلة جديدة تحتاج لسياسة جديدة. الجهاد في عصر المهدية كان جهاد قتالي له أسبابه وله دوافعه وله مبرراته. نحن في عصر جديد جهادنا أساليبه مختلفة. فكانت دي مرحلة مهمة جدا عشان يميز الإمام الرحمن فيها ما بين الأصول والفروع. وأكد الكلام ده بأنه قال عبارة قال أنه حفظ من المهدية سلامة العقيدة عقيدة تكون سليمة وصحة العبادة وروح الجهاد. سلامة العقيدة صحة العبادة وروح الجهاد هذه هي الأصول اللي حفظها. مميز وقال عبارته الشهيرة الناس حافظينها لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب دين الإسلام وطن السودان. الأصل الدين هو الإسلام والأصل الوطن السودان والطوائف والأحزاب والأشياء دي كلها وسائل عشان الناس يحكموا بها. فالناس في سبيل المحافظة على الوسيلة ما يسقطوا المبدأ. المسألة مهمة جدا يعني واحد التمييز ده بفيد الناس لما تكون تميزت بين الأصول والفروع. الفروع ممكن تقبل التلازم تقبل المرونة لكن الأصل يظل سائل. لكن الزول إذا خلط ما بين الاثنين ربما يسحب الفروع على الأصول بالتالي يدخل في حرب. فدي مسألة مهمة جدا الناس يراعوها. المعلم التالي اللي تحقق في هذه المرحلة تجديد وسائل الدعوة. دعوة الإمام المهدي مشت في منهج محدد وكان العبارة اللي قالها بأنه هو المهدي المنتظر وأخبر في الحضرة بهذه الأشياء وخاطب الناس كل من شراء الطلب والخطاب ده موجود. الإمام عبد الرحمن وسائل للدعوة جاءت مختلفة. البيعة بتاعت الإمام المهدي كانت هي بيعة النساء مش كده عارفينها في سورة الممتحنة جاءك المؤمنات يبايعنك لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترين وبأيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. البيعة دي الإمام المهدي أضاف لها بندين الزهد وأن لا نفر من الجهاد. الزهد وأن لا نفر من الجهاد. الإمام عبد الرحمن العصر اللي ظهر فيه البيئة ذاتها مختلفة. ده عبد مأمون وده عبد مجتهد. إذا معناه طبيعة التكليف والمسؤولية مختلفة. ده عبد مأمور والمأمور ده الجهة الأمرته عندها من الأدوات التي تساعد على تحقيق الأمر الذي كلف به. الإمام عبد الرحمن ما قال أنا مأمور قال مجتهد. والاجتهاد في ظل أجواء الأجواء اللي عاشها الإمام عبد الرحمن أصعب من الأجواء اللي عاشها الإمام المهدي. المهدي ما برز وقدامه عدو واحد لكن ده ظهر وهو يحمل ثقل الدولة التي كان أبوه قد شيدها وخليفة المهدي ثبت أركانها والمجتمع معادي والاستعمار اللي جاء مسلط كل أدواته ضدها. فبقى الموضوع مختلف تماما. لذلك البيعة بتاعت الإمام عبد الرحمن قال لما كان لصلاح الإنسان في لقوام الإنسان في صلاح دينه حالتان نور يفيض على القلوب وسلطان يتحكم في الأبدان. الحاجتين بيخلي الإنسان يمشي مستقيم. يا ربنا يكشف بصيرتك
ويهديك تستقيم، ولا الناس اللي ما بيخافوا من الله في سلطان بيجبرهم انه يستقيموا. قال امرنا ان تكون بيعتنا بيعه رضا، بيعه الامام المهدي الامام الرحمن بيعه قائمه على الرضا. طبعا الامام الرحمن ما سمي بالامام الا بعد مرور 100 سنه على ميلاد الامام المهدي سنه 1944 للسنه اللي بيعرف فيها الامام الرحمن، كان بيسموه ولد المهدي، ومره يقول له الحسيب النسيب. لكن في المرحله دي بعد 100 سنه من ميلاد الامام المهدي انعقد مؤتمر بيعرف فيه الامام الرحمن وبين معالم الدعوه التي جاء ليبعثها. قال ايها الناس، قلت لكم انا امامكم ووسيلتكم الى الله، لا يستطيع احد ان يمسك بيد احد ثم يعرج به الى الله. النقطه ركزوا فيها تمام، لا يستطيع احد ان يمسك بيد احد ثم يعرج به الى الله. طيب الوسيله شو؟ ولكن الوسيله يهديك، الطريق الصحيح، ويرشدك ويدلك حتى يتنور قلبك. فإذا تنور قلب العبد تجلت فيه معرفة الله، وبمعرفة الله يوفق إلى صالح الأعمال، وبصالح الأعمال يصل الإنسان إلى الله. مش كلام واضح؟ فيه أي غموض؟ أما إمامتي فمشروطة باقتفاء أثر الإمام المهدي عليه السلام، إحياء الكتاب والسنة بأسلوب أنا، أسلوب مختلف لكن الهدف واحد. يا إخواني، أقوالي وأفعالي وما أمركم به أعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وافقت الكتاب والسنة فاعملوا بها، وإلا فاضربوا بها عرض الحائط، وابحثوا لكم عن طريق تصلون به إلى الله. في خديعة هنا؟ في استغلال؟ في غش؟ ما في، أمر واضح. هذا التجديد اللي عمله الإمام الرحمن. أيضا من وسائل تجديد الدعوة اهتمامه بالعلم. أسس معهد ديني في الجزيرة العربية، معهد ديني، ودرس فيه كثير من الأنصار، وبعد التخرج كان هدفه أن يرسله إلى الأزهر ليكمل تعليمه، وقدر الله الأمر ده ما تم. أيضا وسيلته في تجديد وسائل الدعوة كان الاقتناع، يقنع الناس بالسلوك، بحسن الخلق، بالحكمة، بالصبر، بالمعاملة، بالحوار. وأذكر هنا نموذج ذكره لنا عمنا محمد الحسن الحيمي الإمام جامع الكون ربنا يحفظه. قال بعد ما كونت الأحزاب السياسية في كوستي، في واحد من العلماء المشهورين وعنده مكانة كبيرة جدا في بحر أبيض اسمه الشيخ علي الأدهم. هذا الشيخ انضم لحزب الأشقاء، ده الحزب المقابل لحزب الأمة. بيجي في الندوة السياسية، طبيعي جدا السياسيين لما يجوا في الندوات السياسية بينتقدوا الحزب الآخر. علي الأدهم كان كل نقده موجه للإمام عبد الرحمن. فالأنصار في كوستي زي غضبوا وقرروا في الندوة الجاية يدقوه. دقوا علي الأدهم تعديل بس عدم عمر بيه. فالإمام عبد الرحمن سمع الخبر، قال يا لطيف، لو الأنصار في كوستي دقوا علي الأدهم لهدموا كل ما بنيت. عمل شنو؟ الجماعة المتوقع أنه يكونوا جالسين الهوس قالوا رسل لهم فلان وفلان وفلان وفلان
لأنكم يوم الجمعة تيجوا تصلوا معي في الجزيرة أبا وتتغدوا معي. وكلم الأنصار في الجزيرة أبا قال لهم الصف الأول والثاني خلوه لأهل كوستي يوم الجمعة. ورسل عربيته للشيخ علي أتم قال له تجي تصلي معي وتتغدى معي. جماعة جو وقاعدين في المسجد منتظرين الإمام عبد الرحمن يجي يصليهم فوجوا الإمام جدافي من باب الإمام وماسك الشيخ علي أتم في يده في يده. لما قرب على المنبر قال لي يا شيخنا علي أتم الليلة الجمعة عليك صلي بينا. جهز ده الوجم ده الشيخ الدريري دكوه قال ان الإمام يصلي يوم دي مش كده النفس تنازع الإنسان. صلى بينهم علي أدهم ومشوا البيت بتقدوا شربوا في القهوة. فقام الإمام قال له يا شيخنا كده نعيد ذكرياتنا. ثبت أنه الشيخ علي أدهم والإمام عبد الرحمن كلاهما درس على الشيخ محمد بن البدري يعني هم زملاء. قال له تذكر مرة أن الطلبة حصل منه إضراب؟ قال له نعم في إضراب وأنا كنت على رأس الإضراب. قال له سببه شنو؟ قال له سببه شيخنا ود البدوي ما يبدا الدرس الا لما تكون انت حاضر. فنحن احتجينا نحن اكبر منك في السن واقدر منك في الدرس كيفين ينتظرك. قال له شيخنا حلها كيفين؟ كان جمعنا كلنا وقال لنا يا ابنائي سالنا من درس قدمه قبل اسبوع الاسبوع اللي فات هي اسال حاجه عملتها لك. جاوب على الاسئله بتاعت الدرس ده قال اجبنا بتلحفظ واحدين جاوب واحدين ما جاوب. وسألك انت عن درس قدمه قبل شهر فأجبتك انك تقرأ من كتاب. فقال لنا يا ابنائي انا بنتظر ولد المهدي للسبب. انا عندي امانة دار انشورة اكثر الناس حرصا وحفظا لها انا بنتظر للسبب. قال له تاني حدث برضو اشكال في احتجاج منكم؟ قال له نعم. قال له شيخنا بعد ما ينتهي الدرس يسوق تدخل في غرفة تاخذ لكم ساعة براكم. تيجوا مارقين فنحن قلنا والله ولد البدوي ده بيديك درس خاص. قال له شيخنا حلها كيفين؟ قال برضه جماعنا كلنا قال لنا يا ابنائي انتوا بتعلموا الغيب؟ قال لا. ويعرفكم شنو انا بدي ولد المهدي درس خاص، المانع شنو انا اتلقى منه درسا خاصا. قالوا الشيخ علي أدهم لما قال الكلام ده أجهج بالبكاء ومسك رأس الإمام عبد الرحمن يقبل فيه. ومن تلك اللحظة وقف الانتقاد والإساءة للإمام عبد الرحمن. شوف الحكمة في المعالجة استفيدوا منها أنتم في الزمن ده بالذات. إذا رق الدين الحكمة تكون عالية. زمننا ده إحنا زمن ترغيب ترغبوا الناس وما تستعدوا الناس عليكم وما تتفاخروا قدامهم وما بتجوا ماشيين بعربيتكم. في ملاحظة هسه شايفين احنا لما نيجي ماشيين مثلا في وفد جاي داخل مش بنلاقي جماعة قاعدين في ظل الحوش ولا الشجرة يقوموا يكبروا فيهم كده بصورة ملفتة ما صحيح. ما تستفز الناس تعاون معاهم بحكمة وخلي الناس عملك هو اللي يقربهم منك. فكان الإمام عبد الرحمن كان ماشي في النهج ده. المعلم الثالث الإمام عبد الرحمن مد الجسور مع الآخر. صار زي بعد سقوط الدولة زي حصل لهم نوع من الانقلاب على الذات. عبد الرحمن حرص انه يمد الجسور مع الاخرين مع القبائل اللي كانت تضررت من فترة الدولة المهدية مع الطرق الصوفية لانه في المهدية كل الناس خلاص انضوا تحت الراية. لكن بعد سقوط الدولة الانجليز جو يشجعوا الناس كل الناس يمشوا لطريقتهم. عبد الرحمن حرص على انه يشجع الانصار على يتواصلوا مع الاخرين. فمشى في هذا الاتجاه في لما جاء كل حزب الامه ما اكتفى بالانصار ضم كل الناس. اي زول يظن انه فيه وطنيه يمشي له ويقعد معاه ويقنعه والهدف اللي جاي من اجله تحقيق استقلال هو العمل شعار تبنى شعار السودان للسودانيين السودان للسودانيين. فبالتالي جمع الناس كلهم وكان عنده مجلس العلماء. العلماء كلهم كانوا على صله بالامام عبد الرحمن وعنده مجلس في رمضان يدعوهم يفطروا معاهم بالمناسبات يقدم لهم الهدايا.
فده كان منهج بتاع مد الجسور، فتح العلاقة، وكده انتم العلاقة مع الآخرين ما تقطعوها، تواصلوا معاهم، شاركوهم في مناسباتهم، ودي دي 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 بتفتح القلوب، بتقرب الناس. كل ما اعتزلت الناس في الغالب بيحكموا على الآخر من خلال المعلومات اللي بتجيه. واحد جاء قال لك الله الانصار ده كده، خلاص بيبني عليها موقف، بيصمد معك على هذا الأساس. لكن بالاحتكاك مع الناس بيعرفوك أنك أنت يعني مش الصورة الذهنية في رأسهم بتزول، وأنت برضه تقبل منهم. يعني أنت ما تتوقع أن مشيت له ده يبقى زيك 100%، عنده رأي فيك، عنده كذا، لكن من خلال الممارسة، من خلال الاحتكاك، من خلال التواصل، أنت بتقدر تبدد هذه الشكوك وهذه المخاوف، بتخلق الناس وتجمعهم، بتخلق علاقة مع الناس وتجمعهم. المعلم الرابع تحرير السودان بوسائل مدنية. إمام المهدي حرر السودان بالجهاد القتالي. عبد الرحمن استخدم وسائل مدنية. وكان بالنسبة لنا احنا الأنصار أهم تنظيم كان تنظيم شباب الأنصار. كانوا يتدربوا تدريب أشبه بالعسكري، ولابسين على الله وباتة، وعندهم يوم الاثنين ويوم الخميس كده يعني استعراض. كانوا ماشيين كده شانين جلالة. عاد اندهش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبشارين الحي دي وطايفين في المدن، الناس كلهم خلاص. كان دي الوسيلة يعني، دي الوسيلة اللي فيها أي زول عنده مشكلة صار جمجو خلاص. كان فدي وسيلة كانت من وسائل بتاعت تنظيم الناس وتدليل الشعارات اللي بيها حافظوا على قوته. وكون حزب الأمة، يعني مع وجود الأنصارية دعوة سمع بتكوين الأحزاب، كون حزب الأمة في عام 1945، لأن العمل بقى عمل مدني، نشاط سياسي. هذه من الأوبام الأنصار مشي بالنشاط السياسي يكون ضيعوا قضيتهم. فعمل حزب الأمة بيضم الأنصار، بيضم الناس التانيين مؤمنين بالاستقلال، ضم فيهم ناس ما أنصار، بل حتى في ناس ما مسلمين لكن سودانيين، كانوا هم بطالب الاستغلال وبهذه الطريقة طريق الكفاح المدني، وقدر يحقق نجاح كبير جدا. التزم المفاوضات مع دولتي الحكم الثنائي، مع مصر ومع بريطانيا، كان التفاوض موجود. وأكثر من كده رسل الوفود، مشي الأمم المتحدة ومشي مجلس الأمن ومنظمة عدم الانحياز ومصر، أي مكان يظن أنه يمكن أن يدعم قضية السودانيين، الإمام الرحمن استخدم فيه هذه الوسيلة، واستبعد تماما وسائل العنف أبدا، ما في أي عنف ممارسة تحقيق الأهداف. وخاطب المجتمع الدولي كله بهذه الوسيلة. النقطة الخامسة، أعاد بناء الكيان بصورة لائمة العصر. زمان الناس كلهم أنصاري بالهجرة والجهاد والبيعة للإمام المهدي خلاص بكم، لكن هو الآن جاء في عصر مختلف، وصارت الدولة والأنصار مطاردين والظروف صعبة جدا، فأعاد بناء الكيان بوسائل مختلفة تلائم هذا العصر. أول حاجة اهتم بالجانب الاقتصادي، الناس الجوه مندفعين دارين يقاتلوا وجاهدوا الإنجليز، الضغط عليهم بكل أقنعهم والجهل العمل اقتصادي، قطعوا الأشجار يعني مش طلب، وكان محاصر مما مرق من الشكابة بعد ما قتلوا خليفة شريف وأحواله بشرى الفاضل، جاءوا المنطقة اسمها البرياق أبو المدن بعد فيها فترة، بعد ذلك جاءوا الشجيد ساق جاءوا من الترفيل ضموا فيها فترة، وكل يوم يمشي الصباح هو يشكل حضور في نقطة البوليس سموها الضبطية، عبد الله جاي من غرمان قاعدة العباسية هنا، يتلقى إعانة فقط من الحكومة، إعانة الأسير، الأسير بدو حال، وأسير بدو عايش على قدر الحاجة بتاعته، وقالوا أظن 5 جنيه في الشهر أظن، حاجة ما معقولة، فألح عليهم إخواننا أنا ده أفتح الجزيرة مكان الغابة، أدوا الإذن بعد إلحاح شديد، قالوا هذا دي وسيلة نشغل بها، فمشى الناس الجهودين بس وجههم أن يقطعوا الشجر ده، قطعوا الشجر وخلوا الحظ، شوفوا الحكمة. لما جاءت 1919
كانت الحرب العالمية الأولى كانت ذاك السفن الحربية والبواخر تشتغل بالحطب الفحم الوقود، ما كان فيه بترول يا زلمة، فكان دي الفرصة اللي حطبه كله باعه للسفن، جاب له ثروة ضخمة جدا. هذه الثروة طوالي وجهها يشتغل طوالي مشاريع زراعية دون ملاحة غير متاحة، وعمل بعد ذلك دائرة المهدي الزراعية والاقتصادية والتجارية، وأدخل زراعة البطن وبنى المصانع، وجه الطاقات كلها في هذا العمل الإيجابي. اهتم بالجانب الاقتصادي اهتمام كبير جدا، اهتم بالتعليم، عمل معهد فني في الجزيرة أبا لتعليم الناس ورش، ويكفي الآن أمشي زور المنطقة الصناعية في الدرمان في الطول البحر، الناس القدام كلهم ذلقوا أبناء الجزيرة أبا، كل الناس المسكين الحداده والبراده والخراطه والحياه النادي كلها ابناء جزيره ابا اللي ذبحهم ودربهم لما عبد الرحمن عشان ياخذوا المسيره بتاعت كسر. ايضا اهتم بوكلاء الامام في كل قريه او منطقه، عمل له وكيل، وكيل ده ينوب عنه، يختار الوكيل ده يكون من اميز اهل البلد، رجل حكمه، رجل مقبول عنده، رجل عنده امكانات، رجل بيته مفتوح، رجل شجاع، فاختار في كل منطقة وكيل، وكلاه دي هم ينوبوا عنه في تلقي البيعة وينوبوا عنه في توصيل التوجيهات للناس الموجودين في تلك المناطق. حي المناديب من وقت لآخر عنده مناديب يخطب توجيهات منه مكتوبة، ينشر الأنصار في مواقعه المختلفة، ينقل لهم إرشادات وتوجيهات الإمام عبد الرحمن. في العاصمة هنا عمل شيوخ في كل حي، في شيخ الأنصار، شيوخ الأنصار دين في أحياء العاصمة يلتقوا معه وقت لآخر عشان ياخذوا التوجيهات ويشوفوا لأنه طبيعة العاصمة منطقة مدنية وكذا وكذا، لازم يقتنع الناس. وعمل تنظيم شباب الأنصار اللي تكلمت عنه، وعمل الملازمية، في ناس حوله من كبار الشخصيات يلازموه ويساعدوه في تنفيذ الأهداف بتاعته اللي دائما يحققها. ما وقف عند هذا الحد، اهتم ايضا بالرياضه، عمل فريق رياضي في الجزيره تعلم الرياضه، اول من ادخل تربيه الخيول، كان مهتم جدا بالخيول الجيده عشان يمارس فيها الرياضه، عمل فرقه موسيقى الجزيره ابا لاسم جيد عمل الامام ابو الرحمن. كل الوفود الجايين من برا السودان هم يستضيفهم يكرمهم السودان، خلق صلات قويه جدا دبلوماسيه، ودي كلها يمكن تهتم يعني نقول اخذناها في نقاط. الامام عبد الرحمن عمل تجديد في المجال الانصاري، عمل تجديد في التعامل مع الحكومه، الحكومه اللي جات واسقطت دولته حرص انه يتواصل معها. ليه؟ لأنه جاء بهدف القضاء عليه وعلى كيانه وعلى دعوته، وناس معهم مستضعفين ما عندهم أي قدرة يقدر يواجهوا لهم المضاعفين، والناس اللي حاولوا حصل لهم شنو؟ الحبوب قتل، فكيسنين قتل، السحيني، كل الناس اللي حاولوا الثورة دي تكملت، فلو مش في الاتجاه ده حينقرض الكيان. وبالتالي عمل أسلوب فيه دهاء، تواصل مع الحكومة عشان يكسب اعتراف ليه هو واعتراف لكيانه، كان منعنه عبد الرحمن محمد أحمد، منعه ما يسمي نفسه ود المهدي أصلا، أصر إلى أن ثبت الكلام، قال له الأنصار يوم نعترف بيهم تكون الطريقة الرحمانية نديك زي ما تشاء، رفض فأصر على الكلام. الراتب ده ممنوع يقولكم 200 راتب دي جريمة، فبالتواصل وبالحكمة وبكذا قدر يقنعهم، وجابوا العلماء من الأزهر وقالوا الراتب ده قالوا ما فيه حاجة، ففي النهاية طلع الراتب وبدأ في المجال التواصل مع الحكومة يقدر يشكل حماية لناسه، ما يحصل لهم نوع من القهر والعدوان، الناس كلها مسلطة. الإنجليز بالرغم من استعماره لكن المفتشين كلهم أقواتنا اللي عاصروه يقول لك كانوا ناس عادلين، ما كانوا بيظلموا الزول، الزول ماشي مستقيم وملتزم بالقانون ما بيظلموه، لكن الناس اللي تحت المفتشين من السودانيين اللي عندهم عدالة الأنصار ممكن يستغلوا يقول ده أنصاري قال كده وكده، لما كثير من الناس في ظل الدول القاهرة الظالمة بتلقى صغار الموظفين هم بيمارسوا
سلطات قهرية على المواطنين، لكن هو بتواصله مع القيادات الإنجليزية هنا قدر يشكل حماية. يعني شوف هنا في قيادة هو متواصل معها وعنده وكلاء في الولايات، أي حدث بيحصل أو أي مشكلة بتواجه أي واحد بيرفعوا له الكلام، وبيعمل اتصال مباشر بيحل الإشكال المتعلق هنا. دي كانت حصافة منه وبعد نظر إنه كيف يحمي ناسه، لأنه الناس في ظل الأجواء اللي فيها الجماهير بتلقاهم متحمسين. الناس انت جيت في لقاء جماهيري كده والناس قالوا انا اتحمست، لكن يوم ما قبضوه والناس فروا خلوه بيواجه المشكله براه وزوده. وبتلقى بعد شويه بتعمل له نوع من لما يواجه المشكله وما في يرقيه معاه وكده بعد شويه حينكسر، فده بيخلي الاخرين ثاني يعملوا حسابهم ما بيقرروا منه. طبعا عبد الرحمن هو ناظر للكلام ده وقدر يعمل حمايه للأنصار بصورة كبيرة جدا عشان يقدر يحقق هدفه ده. أي زول داري يخش في الموضوع شوف قدراتك وقدرات خصمك البيئة اللي أنت عايش فيها وقاعدتك المتمثله ما هي قدراتك، فالطريقة دي قدر شكل حماية. يتعامل مع الآخر السودان أصله منقطع، أي زول بعد خاصة أوضاع بقت كويسة أي زول يشرب رمز من رموز المجتمع وعنده مشكلة يحلها له، واي زول قصده ما بودعه خاين، فكثر اكسر الناس بصوره قويه جدا في المجال السياسي. طبعا زي ما قلنا استعمل اسلوب سياسي حكيم به استطاع يحقق استقلال السودان. المجال الاقتصادي كانت دائره المهدي من اكبر المؤسسات الاقتصاديه، واقتصادها كان قائم على 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 انتاج فعلي، مش تجاره عمله ولا تجاره في اشياء هايفه، لا فعلي، زراعه، تحويل الزراعة إلى صناعة، بعد ذلك تجارة، دي كلها أشياء مشروعة. وأذكر هنا النموذج اللي حكاه لنا عمل المرحوم تفاضل الأزرق، أنه في سنة من السنوات إنتاج الذرة كان غزير جدا في منطقة القضارف. القضارف طبعا هي منطقة الزراعة الأولى في السودان زي ما تعرف، فالإنتاج يعني كان بصورة الناس كلها أذهلته، والعيش نزل في الوطن. كان انت عندك مشروع جبت العمال قطعوا العمال حقه اكثر منك انت، الناس كلهم قال لهم ما في داعي نحسب لانه دي خساره واضحه. عبد الرحمن سمع فضل ادرك قال لي رسل لي انا ومعي فلان قال لي تمشوا القضارف باسم دائره المهدي تنقذوا الموسم الزراعي، لانه لو الناس دي ما زرعوا حتحصل مجاعه السنه الجايه ما حيزرعوا. فجوا باسم الدائره نزلوا السوق، العيش اذا كان سعره 5 جنيه قالوا ب 10 جنيه. ودائره المهدي لانها مؤسسه اقتصاديه قويه وعندها ثقه، التجار سمعوا قالوا الدائره دخلت معناه والله في تصدير، فجوا يتنافسوا رفعوا الاسعار. طوال المزارعين دخلوا المشاريع قطعوا العيش وباعوا باسعار ممتازه جدا مجزيه لهم، ودي كانت نتيجه لعبقريه الامام عبد الرحمن منهج المشفيه. في المجال الاجتماعي كان الامام عبد الرحمن يعني ذوب القبليه والجهويه واهتم بالمراه واهتم بالشباب واهتم بالزواج يسموه زواج الكوره، هذه الاشياء كلها عمل الامام عبد الرحمن عشان يعمل اصلاح اجتماعي في المجتمع. المجال الدبلوماسي عنده تواصل مع كافه الجهات. لما توفي الامام عبد الرحمن اقيمت له مآتم في كافه عواصم الدنيا، في بريطانيا وامريكا وسويسرا والمانيا وفرنسا ومصر والسعوديه، اي مكان برقيات اللي جات السيد الصديق تندهش منها، كل الناس اقاموا مآتم، والناس ناس البلد يعني مش كده صداقات. كان صديقه الملك سعود بن عبد العزيز وهيلا سيلاسي ملك اثيوبيا، وعنده محمد نجيب، كل الزعماء، هو ما لا رئيس دولة ولا حاجة، لكن موقف اللي هو فيه الإمام زعامة وطنية من الدرجة الأولى، قدر يخلق صلة دبلوماسية مع كافة الناس، ووظف هذه العلاقات الدبلوماسية لمصلحة السودان. مجال المرأة، حرر المرأة وشجع تعليمها، جامعة الأحفاد دي بدأت مدرسة كان فيها بدري البدري، فالإمام عبد الرحمن أكثر الناس دعموا عشان المدرسة تمشي للأمام، شجع بناته انه يتعلم التعليم المدني. مجال الفن كان يحتفي بكل الشعراء والفنانين، كل الشعراء والفنانين ياتوا وكبار الفنانين مدحوا له، فيهم ابراهيم الكاشف، فيهم
العبادي فيه وصلاح الشاعر، كل الفنانين والدريح كلهم ألفوا القصائد في هذا الرجل الذي تواصل مع كافة الناس. وفي ميدان الرياضي زي ما أسلفت أول عمل فريق رياضي في الجزيرة العربية. يمكن تقريبا هذه هي بعض المعالم التي قامت بها المهدية في طورها الثاني، وهي ما في شك معالم ساهمت مساهمة كبيرة في إحياء الكيان من جديد وبعثه من جديد وتحقيق أدوات أدته آليات وأدوات به ويقدر ينفتح عن العالم ويحافظ على هذه المرحلة. إذا دي نقاط تحافظوا عليها وشوفوا عشان تتوسعوا أكثر. أنا جايب لي مجموعة مؤلفات الإمام عبد الرحمن، هذا موجود في دار السودانية الكتب في الكتب كلها، ده مؤلفه الدكتور قاسم عثمان نور. قاسم عثمان نور الإمام عبد الرحمن المهدي رجل القرن العشرين في السودان. قاسم عثمان نور زدت اسم الدكتور تلو الكتاب ده موجود. البناء الاجتماعي للمهدية في السودان مؤلفاه دكتورة هدى مركابي دير المزاح بمدح عليه. شايف في صورة حتى لطلبة خلوة الإمام عبد الرحمن كان فيكم زوج بلد تلقى روح. البناء الاجتماعي المهدية في السودان دكتورة هدى مركابي. العرش والمحراب مؤلف الدكتور الطيب محمد آدم الزاكي. العرش والمحراب ناقش فيه كل القضايا المتعلقة بالإمام عبد الرحمن وكيف بعد هذه الدعوة الجديدة. طيب محمد آدم الزاكي. أما الكتاب ده هو الكتاب المهم، الإمام عبد الرحمن المهدي مداولات الندوة العلمية للاحتفال المئوي، 100 سنة على ميلاده عملوا احتفال. وفي الكتاب ده فيه أكثر من 30 بحث، كل بحث متعلق بالموضوع. ألفوا من؟ مجموعة من الناس، هو المؤلف يوسف فضل ومحمد ريما أبو سليم الطيب من غير شكاك دي اللجنة اللي كانت معدل الاحتفال ده. بتلقوا فيهم كلام كله بالوثائق، كلام قلت لكم ده كله بالتفصيل. ورقة مقدمة الإمام الصادق عبد الرحمن الصادق إمام الدين الإمام عند الأنصار، يعني عناوين ذاته بتوريك يعني أهمية المؤتمر، عناوين توريك وتوضح لك. الإمام عبد الرحمن صرح مؤسسي، صرح مؤسسي ده عنوان لورقة تحفيز. يوسف فضل عبد الرحمن الصادق إمام الدين صادق المهدي كتب الورقة دي فيها كلام مهم جدا ليكون في هذا الدعوة. السيد عبد الرحمن وإمامة الأنصار بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم. السيد عبد الرحمن وإعادة بناء الأنصار حاج موسى قوقو. معهد إمام عبد الرحمن المهدي عبد الحليم محمد. صور من حياة الزعيم الإمام عبد الرحمن المهدي أمير التوم. شخصيات حول الإمام فدوى عبد الرحمن علي طه. السيد عبد الرحمن المهدي رائد التمويل بالصيغة الإسلامية بروفيسور محمد هاشم عوض. دائرة المهدي المؤسسة الاقتصادية للأنصار عادل شرفي. دور الإمام عبد الرحمن المهدي في التنمية الزراعية كامل منصور ومحمد آدم الجلالي. الإمام عبد الرحمن المهدي والتعليم سيد الحوري. دور السيد عبد الرحمن في نشأة وتطور الصحافة السودانية أستاذ محجوب محمد صالح مشهور. دعم الإمام عبد الرحمن للحركة النسائية وتعليم المرأة محاسن عبد العال وسارة عبد الله ومحاسن جيلاني وسعاد إبراهيم عيسى. الشعر والمدائح بين يدي الإمام عبد الرحمن الطيب محمد الطيب. الإمام عبد الرحمن المهدي والقصيدة المادحة محمد إبراهيم أبو سليم. وهكذا كل الأثار الموجودة تتابعها وكله موجود في الدار السودانية كله تجدوه. المرة فاتت أنت كان سألتني عن الحجج والأدلة على مهدية الإمام المهدي، وفي ناس بيناقشوكم أنه دم المهدي منتظر وما كذا وما كذا.
الكتاب ده مهم جدا تشتروه. المؤلف الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم اسمه الخصومه في مهديه السودان. خصومه في مهديه السودان. الكتاب ده ناقش فيه المهديه في الاسلام والمهديه عبر التاريخ والناس اللي ادعوا المهديه والمهديه في السودان والشبهات والنقاط اللي اثاروها خصوم المهديه على المهدي. والردود من العلماء اللي ناصر الامام المهدي. يعني الشبهات اللي اثاروها الناس والردود عليها كلها موجوده في هذا الكتاب. فما تستغنوا مني في مكتبتكم اي زول داعيه تبدا يشتريه موجود في الدارس لاي كتب الخصومه في مهديه السودان. خصومه مهديه السودان البروفيسور محمد ابراهيم الروسي. دارس دائما الكتب موجوده يعني. فانتوا عودوا انفسكم على الصلح مع المكتبه دي مهمه جدا. يعني يبقى متصالح. في اليوم بتاكل كم وجبه؟ ثلاثة وجبات؟ خلي الوجبة بعدين الوجبة الثالثة خلوها القراية. يعني بس في اليوم عمل لك ساعة كده يا أدم عمر عشان تقرأ قراية قراية مش قراية جراية. قراية بمنهجية. ما هي المشكلة في راسك؟ ده لا علاج. وبتلقى المشكلة علاجها وين؟ في الكتاب. بعد ما قريت الكتاب ده شنو النتيجة طلعت لها؟ هل أقنعك ولا ما أقنعك؟ أقنعك ليه؟ وما أقنعك ليه؟ يعني أصلاً البحث العلمي عبارة عن مشكلة، مشكلة في الذهن الواحد يبحث لها عن أيام. تعود كده، تعود أنك تسأل هكذا. وبهذا نكون قد أنهينا الدرس الثاني ونعيدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم.